تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي واقع العمل في المعامل والمنشآت الصناعية للقطاعين العام والخاص والمشترك في المدينة الصناعية بعدرا، منها مطحنة تشرين وفوج الإطفاء والشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات ومعمل الحديد لتصنيع المعادن ومعمل الإسمنت ومحطة تعبئة غاز جمرايا. وأكد الدكتور الحلقي أن المدينة الصناعية بعدرا معلم حضاري وطني صناعي يدعم الاقتصاد الوطني وينظم الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية في سوريا ويحقق الأمن الصناعي. ولفت الدكتور الحلقي إلى أن استهداف مطحنة تشرين يأتي في إطار استهداف أعداء سوريا للأمن الغذائي، ولكن بفضل الجهود الوطنية وإصرار العاملين فأن محاولاتهم باءت بالفشل، ونتيجة الجهود المستمرة للعاملين في المطحنة وحرصهم على عدم توقف الإنتاج فيها، فقد تم صيانة الخطوط المعطلة والتي خربتها المجموعات الإرهابية لتصبح المطحنة بجاهزية كاملة في القريب العاجل، حيث تنتج بمعدل 200 طن يوميا، وستتابع ورشات الصيانة عملها لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 400 طن. ويندرج هذا في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد تأمين رغيف الخبز للمواطن وعدم حدوث أي اختناقات على المخابز. وخلال جولته في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات سيامكو، شدد الدكتور الحلقي على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين السوري والإيراني، والتي تجسد أحد جوانبه شركة سيامكو التي استطاعت أن تسد حاجات الوطن من السيارات رغم الصعاب التي تعاني منها سوريا، مبينا أن الشركة بحالة جاهزية ورغم توقفها الجزئي بسبب نقص تأمين بعض المواد الأولية، لكنها ستعاود إنتاجها خلال 3 أسابيع لتلبية الحاجة الوطنية بعد تعرض قطاع السيارات للأضرار نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة سواء بالتدمير أو السرقة. ونوه الدكتور الحلقي بالتقنية العالية والجهود المبذولة في معمل حمشو لتصنيع الحديد والمعادن، والذي يعد منشأة تنموية وطنية للقطاع الخاص، حيث يستوعب أكثر من 1600 عامل، ويعمل بطاقة إنتاجية تقارب 800,000 طن في العام لإنتاج الحديد، بكل مقاساته وأنواعه، بما يلبي الاحتياجات الوطنية ويدعم الاقتصاد الوطني ويساهم بزيادة المخزون الوطني من القطع الأجنبي من خلال عمليات التصدير التي يقوم بها. كما نوه رئيس مجلس الوزراء بدور معمل الإسمنت الذي يعول عليه في مرحلة إعادة إعمار سوريا، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية له 2000 طن من خلال 3 خطوط إنتاج، ويعد من المنشآت الوطنية التي تجسد الإرادة الحقيقية للسوريين في مواجهة التحديات والمؤامرات الدائمة التي تحاك ضدهم، مؤكدا أن هذه المنشآت تعيد الثقة لكل المستثمرين السوريين وغير السوريين بأن عملية البناء في سوريا مستمرة، وما تم تخريبه وتدميره سيعيد السوريين بناءه بإرادة وتصميم وتشاركية بين الجميع بالتوازي مع إنجازات جيشنا الباسل الذي يحمي سوريا ويضحي من أجل سيادتها واستقلالها. وأوضح الدكتور الحلقي أن الحكومة بعملية تكاملية مع الفعاليات والمنظمات والنقابات المهنية والمجتمع الأهلي التي قدمت العديد من التسهيلات للقطاع الصناعي لمساعدته على إتمام عمليته الإنتاجية، إضافة إلى تعديل المرسوم رقم 57 لعام 2004 بالمرسوم رقم 22 لعام 2013، والذي بسط الإجراءات بما يضمن التكيف مع رغبات المستثمرين بالمدن الصناعية والسماح لهم بتبسيط وجدولة القروض من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وأن تكون الدفعة الأولى من 33% إلى 15%، وكذلك تسليم عقارات ومقاسم دون الدفعة الأولى، كل ذلك بهدف توطين الاستثمار وإتاحة الفرصة للصناعيين وزيادة تفعيل العملية الإنتاجية وتدفق السلع الضرورية لتأمين حاجة المواطن والتخفيف من عبء الاستيراد والقطع الأجنبي. المدينة الصناعية بعدرا هي معلم حضاري، هي منتج وطني صناعي استثماري حضاري عمراني له أهداف، هذه الأهداف من بيناتها طبعا أهداف اقتصادية، تنمية الاقتصاد الوطني، توطين صناعات واستثمارات وطنية وأيضا إقليمية وأجنبية. والمدينة استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تنتشر أفقيا بعديد من المنشآت، يعني اليوم منشآتها تضاعفت إذا ما قورنت بين بداية الأزمة وبين يعني اليوم بهذه الزيارة،
الحقيقة بنلاحظ أن هناك تضاعف في المنشآت. المنشآت كانت قبل الأزمة 420 منشأة، اليوم الحمد لله منشآتنا 630 منشأة. هذا بدل على أنه الشعب السوري شعب حي، شعب مقاوم، شعب يريد البناء، يريد الإعمار، يريد التنمية الوطنية. أيضا هذا الموضوع على حتى إذا بدنا نحكي عن حجم الاستثمارات، يعني اليوم نحن بالسنوات إذا عملنا مقارنة بين 2011 و 2012 و 2013 بنلاحظ أنه بلشت ب 5 مليار، يعني ضعفت 5 مليار، اليوم نحن عندنا 12 مليار ما تم توطينه خلال عام 2013. هذا بدل أنه العملية الإنتاجية عملية مستمرة، الشعب السوري المواطن السوري مقاوم لكل ما يحاك ضده من تآمر. اليوم البعد الآخر للمدينة الصناعية هو البعد الاجتماعي من أجل توظيف عمالة. يعني الحقيقة اليوم المدينة الصناعية لتاريخه عدد العاملين اللي عم يشتغلوا فيها المدينة الصناعية بعدرة، أنا عم أحكي وليس عن المدن الصناعية الأربعة، 48700 عامل اليوم المدينة الصناعية استطاعت أن تستقطب جزء من العمالة الوطنية. إذا ما تحدثنا بشكل شمولي عن المناطق الصناعية الأربعة سواء عدرة أو حسية أو شيخ نجار أو دير الزور، يتجاوز عدد العاملين 111000 عامل. كل هذا عبارة عن بعد اجتماعي يستطيع امتصاص الفائض من العمالة الوطنية، تقليص ظاهرة البطالة الموجودة في سوريا. وكان الدكتور الحلقي اطلع على واقع العمل والإنتاج في محطة تعبئة الغاز بجمراية، والتي تنتج يوميا 25000 أسطوانة غاز منزلي تسد احتياجات المنطقة الجنوبية. كما تفقد فوج أطفاء عدرا واستمع من قيادة الفوج على مدى جاهزيته لمواجهة الحالات الطارئة والحرائق بأسرع ما يمكن، وعملهم على مدار الساعة للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة، مثمنا دور العاملين في هذه المنشآت ومساهمتهم في الدفاع عن الوطن من خلال تواجدهم بأماكن عملهم وحرصهم على استمرار العملية الإنتاجية التي ترفد الاقتصاد الوطني بمستلزمات ومقومات صموده ونمائه.